الدكتور جابر طايع، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ شريف بيك وبالساده المشاهدين يا فندم. ممكن نعرف ايه اللي حصل؟ احنا كنا لسه بنطلب من الناس برضو دلوقتي ازاي انها تحافظ على الاجراءات بنفسها حتى وان في حد تهاون، لكن ممكن ووزاره الاوقاف في الحقيقه يعني بذلت مجهود واعلنت الحكايه دي اكتر من مره وكررتها على مستوى المحافظات وكررتها على مستوى الجوامع. ايه اللي حصل بالظبط في الحسين وليه كان رد الفعل بالسرعه دي ومباشر من الوزاره؟ نعم، تعليق العمل بمسجد مولانا الحسين رغم انه يعني قاسي على القلب وشديد، لانه مكانه مولانا الحسين طبعا ومساجد آل البيت في مصر لها مكانه في قلوبنا ويعني تمس شغاف القلوب. ومعالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه الحقيقه يعني وضع ضوابط في للمساجد وللعمل ولعوده العمل، وفرحنا فرحا شديدا لعوده العمل بعد تعليقه اكثر من 100 يوم، ونحن نرقب ونرصد وننتظر اجراءات عدم تعليق العمل بالمساجد. الا اننا فوجئنا عن طريق فريق المتابعه بوزاره الاوقاف ان هناك مظاهر سلبيه ظهرت في المسجد، سواء كانت من الجماهير او اهمال وتقصير من العاملين بالمسجد في الاشراف الكامل والتام على المسجد. المظاهر السلبيه كانت طبعا الاضرحه مغلقه والضريح مغلق، لكن امام الجدار الذي به الضريح يقف البعض وينتظر ويضع يده على الجدار ثم يقبل الجدار، ثم ياتي غيره من ورائه ويقبل الجدار، ثم ياتي من بعده ويقبل الجدار. هذا الامر قد ينقل الفيروس، فخشينا ان يكون هذا المظهر يخالف تعليمات وزاره الصحه، فاخذنا اجراء احترازي لانه نحتاج الى تطهير الجدران هذه بكل لحظه وما فيش مجال للمخاطره. نعم، وان كان التقبيل نحن لا ننكره على احد، وان كان في الايام العاديه احنا لا يعني لا نقف ضده، ولكن نقره تماما، سواء كان يعني من عاطفه جياشه تجاه آل البيت وحب لآل البيت، لكن في هذا الزمن وفي هذا التوقيت وفي هذه المرحله لابد ان يتخذ قرار جريء وسريع، لان الوقت لا يحتمل وليس صحيح. لدينا رفاهيه الوقت حتى نقول ندرس او نفعل كذا، لكن على الفور مع الاستاذ الدكتور الوزير وجه بتعليق العمل بالمسجد عن طريق قرار اتخذته مديريه اوقاف القاهره، ثم اعاده التعقيم مره ثانيه ووضع الضوابط والمحاذير واحاله المتسببين في هذا من التقصير مقصرين الى الشؤون القانونيه، ثم بعد ذلك نتخذ الاجراءات والتدابير اللازمه من اجل يعني اعاده الفتح مره ثانيه. موقف مهم والسرعه فيه ضروريه جدا جدا. انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم الدكتور جابر طاهر رئيس القطاع الديني في وزاره الاوقاف.